ماتش ليك هتتكلم على فيكتور كوكلا سينس يور فيلينج لوس. ازيك يا باشا؟ ازي سعد؟ الدكتور احمد عبد الخالق بيستأذن حضرتك بس الشهادات. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله الكوبري بتاعنا هيبقى على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنتكلم على الإيميجينج أوف ريتروكوبيا سنسوري بلورال هيرينج لوس. أول حاجة علشان نشوف المشكلة فين لازم الأول نعرف الأناتومي ماشي إزاي، أو نعرف الإي جيرني بتاع الساوند بيمشي إزاي. كل المحاضرات اللي فاتت اتكلمنا عن الانر اير والكوكليا وما يتعلق بيها. بعد كده احنا عايزين نعرف بقى ما وراء الكوكليا عباره عن ايه. فاحنا لو مشينا مع بعض اول حاجه هنلاقي الكوكليا نيرف لما الامبلسز بتاعه الساوند بتيجي من الاورجان اوف كورتي بتتنقل في الكوكليا نيرف في الانترنال اوديتوري كانال. بعد كده الكوكليا والفيستيبولار نيرفز بيتحدوا مع بعض وبيمشوا في السيرفالوفونتاين اكس. بيريليه فين؟ بيوصلوا لحد المظلة القدس مدلة الجنكشن. مفروض انه الكوكليا نيرف هيريليه في الدورسال والفترال كوكليا نيوكليار، والفستيبولار هيريليه في حاجة اسمها الفستيبولار نيوكليار كومبلكس. بعد كده الفايبرز هتطلع من الكوكليا نيوكليار هتمشي upwards لحد لما توصل تعمل الاول ديكاستيشن عند الليفل قبل الليفل بتاع الاوليفر نيوكليس اللي موجوده في الابر بونس. بعد كده هتطلع الفايبرز وهتروح للانفيريور كوليكولس في الميمبرين، وبعد كده هتروح على الميديال جينيكولات بودز. الميديال جينيكولات بودز بتبقى عند اللور اسبكت بتاع الثالمس. ليتر بعد كده هتروح على البرايمري اوديتوري كورتكس اللي موجود في السوبيريور تمبرال فايس. وبناء عليه نقدر نقسم الهيرنج ديفيسيت الى حاجتين، كوندكتيف وبيرسبتيف او سنسوري نيورال. السنسوري نيورال بنقسمه لحاجتين، سنسوري ونيورال. السنسوري اللي هو له علاقه بالكوكليا نفسها، انما النيورال له علاقه بالريترو اللي هو الريتروكوكليا سنسوري نيورال هيرنج لوس ما بعد الكوكليا، وهو ده المين توبيك اللي ايه هنركز عليه في المحاضره. السنسوري نيورال هيرنج لوس احنا اتفقنا ان هو في سنسوري وفي كوكليا. السنسوري بيبقى المشكله يا اما تبقى في البوني لابرنت، وده بيبقى افضل حاجه للاكزامينشن بتاعها بيبقى السي تي زي حالات الاوتوسكليروسس، او ان هي المشكله في الممبرانس لابرنت، وده بيبقى ذا بيست ايميجينج موتاليتي هو الام ار اي زي حالات اللابرنتايتس. بعد كده النيورال او الريتروكوكليا، وده احسن اكزامينشن موتاليتي ليه هو الام ار اي. ده يا اما يبقى السبب اكسترا اكزيال بول، يبقى المشكلة موجودة في الكوكليار نيرف قبل ما يطلع في الكوكليار نيوكليس، يا إما في الانترنال اوديتوري كانال، يا إما في السي تي أي، أو المشكلة انترا أكزال اوديتوري باث واي أيضاً في البرين ستيم أو في الثالاموس أو في التمبرال لوب. الأيتيمز اللي هنتكلم عليها أول حاجة الإيميجينج تكنيك، وبعدين الإيميجينج أناتومي، وبعدين نيورال كوزز أوف سنسوري نيورال هيرينج لوس، أند لاستلي هاو تو أبروتش a case of sensory neural hearing loss. First item is imaging techniques. احنا اتفقنا انه هناخد anatomy based imaging technique. اول حاجة temporal CT bone CT، وده طبعا بنعمله عشان البوني لابن. بعد كده temporal CT and internal auditory canal MRI، وده بنعمله علشان لو في حاجه في الايه في الانترنال اوديتوري كانال السي تي انجل والانترا اكزال اوديتوري باث.
طبعا بالنسبه لنا كريترو كوكليير هيبقى الفيرست موداليتي حاجه ليها هي الام ار اي، هو الموداليتي اوف تشويس بالنسبه لنا تو اسيس ذا انترنال كانال ات سي بي ان. بنستخدم هاي ماجنتيك فيلد سترينث، لازم يبقى اكتر من او يساوي 1:9 في السترينث بتاع المجنت. الايمجنج اكوزيشن، يعني انا هاكزامن البيشنت ازاي، هركب له هيد كويس، بعد كده السيكونسز اللي بنعملها الاساسيه هاي ريزوليوشن 3 دايمنشنال تي تو ويتد ايمج. الاسم بتاعه بيختلف من شركه لشركه، في شركه بتسميه سيس، وفي شركه ثانيه بتسميه فيستا، وفي اخرى بتسميه سبيس. بنعملهم في اكسيال اند كورونال ثين سيكشنز اباوت 3 مليمتر ان ثيكنس وذ 0 مليمتر سبيسنج، يعني انا ما باخدش انتر سلايس يعني. Obtained through the posterior fossa، وطبعاً بناخد small field of view عشان أقدر أكبر الحتة دي بresolution عالية. بعد كده بنعمل الحاجة الثانية الأكسيال and coronal T1 weighted image، وبعدين الأساس والgold standard إن أنا بعمل contrast enhanced axial T1 weighted image with fat suppression عشان أعمل suppression للسراوندينج fat فأقدر أعمل evaluation كويس. And lastly بنعمل ال whole brain screen عشان نشوف لو في اي حاجه موجوده في اي ليفل، فده بنعمل فيه بنعمله بفلير وجريدينت ايكو وبنعمل ديفيوجن ويت ايمج. زي ما احنا شايفين في الصور هنا، الصوره الاولانيه دي اللي هي الهاي ريزولوشن 3 دي تي تو ويت ايمج، انا هنا قادره اشوف الانترنال اوفيتري كمان اهي ماشي فيها البستيبل كوكليير نيرف اللي هو الديك شويه وقدامه الفيشيال نيرف، وبعد كده بيرلي عند الابر مدلة. هنا ده الكورونال برضو بنفس السيكونس اللي هو الهاي ريزولوشن تي 2 ويتد ايمج، برضو انا هنا قادره اشوف ادي الفيستيبلو كوكليير نيرف وهو ماشي في السي تي انجل علشان يروح يرلي في النوكليوس بتاعه. دي صور اخرى، ده الاكسيال سيس، احنا قلنا ان اسمه هيختلف على حسب كل كومباني ما بتسميه. فاحنا هنا ده الاكسيال سيس، ده منظر الانترنال اوديتوري كمان، شايفين ادي النيرف اهو، وهنا في ليجن صغير خالص باين از افيلينج ديفكت. ده الاكسيال كونتراست انهانس تي 1، انا اديت هنا صبغه، فالصبغه دي عملت ايه؟ عملت انهانسمنت للليجن ده، فده سمول انترا كاناليكولار شوانوما. طيب هل انا بحتاج السي تي عشان اعمل اكزامينيشن للريتروكوكليار نيرف؟ بحتاجه احيانا، بالذات لو انا عايز اشوف اللابرنت وكذلك الانترنال اوديتوري كمان. طيب لما بعمل سي تي بنعمل بون الجوريزم، بنعمل بون الجوريزم، بنعمل سلايس ثيكنس صغير 4 ل 8 مليون ساعات اقل، بعد كده بنعمل اكسيال بلين وذ مالتي بلانري فورمات، وبنعمل سمول فيلد اوف فيو، باخد كل اير لوحدها علشان اقدر اعمل ريزوليوشن كويس واعمل فيلد اوف فيو كويس. دي الصورة بتاعتنا هنا اللي فوق، ده كده الهاي ريزوليوشن تمبرال بون سي تي، وده النورمال افيرنس بتاع الانترنال اوديتري كانال، وده الفيشل هنا المفروض ان هو جاي عشان يدخل برضه جوه الانترنال اوديتري كانال تو باس تو ذا سي بي ام. دي الباثولوجيز اللي انا ممكن اكتشفها بالهاي ريزوليوشن سي تي او تمبرال بون. هنا دي حاله فيها لابيروفايتس اوسيفيكانس على الرايت سايد وادي نورمال ليفت سايد. بعد كده ممكن كمان لو في ابنورمال ديفلوبمنت زي ما قلنا في الليكتشرز اللي فاتت في الانترنال اوديتوري كانال نتيجه ابليزيا او هايبوبليزيا او دي كوكليير نيرف، هيبان ازاي؟ هيبان اهو ان انا الاقي الانترنال اوديتوري كانال صغيره في السايز بتاعها. بعد كده هنتكلم عن الاناتومي ان بريف. الانترنال اوديتوري كانال ده النورمال ابييرنس في السي تي هنا زي لها الفيشيال اهو، بعد كده برضو ده كده النورمال ابييرنس اهو بتاعها. هو نورمالي في الانترنال اوديتوري كانال النيرف تمشي ازاي؟ مفروض ان احنا عندنا ده كده انتيريور وده كده بوستيريور، مفروض ان انا عندي الفيشيال نيرف يبقى طالع انترو سوفيريور وتحته الكوكليير نيرف، وبعدين بوستيريور ليهم بيبقى طالع السوبيريور فيستيبولر والانفيريور فيستيبولر نيرفز، بيفصل بينهم هوريزونتال بوني كريست اللي هو اسمه كريستا هاس فورمز او فاسي فورم كريست، وده بقدر اعمل له ايفالويشن بالهاي ريزولوشن ايمجز. بعد كده لونجيتيودنالي بين الانتيريور والبوستيريور بيفصل حاجه صغيره خالص اسمها البيلز بار، ودي بيبقى صعب ان انا اشوفها شويه بالهاي ريزولوشن ام ار اي.
عشان اميز النيرفز من بعض. فاحنا ايه قلنا ان احنا عندنا سيفل اب كوك داون، معناها ان انا عندي سوبيريلي هيبقى فيه الفيشل اللي هو السيفنث كرينيال، وبعدين تحت هيبقى فيه الكوكليير نيرف، وطبعا البوستيريو مش هيبقى فيه اي لخبطه لان انا عندي الاثنين فيستيبولار نيرف سوبيريال اند انفيريور. المنظر ده اللي هو عند الاكزيت بدايه الانترنال اوديتوري كانال، ده الفيشل نيرف، ده بوستيريور السوبيريور والانفيريور فيستيبولار نيرف، وبعدين الخط الاسود الرفيع ده اللي هو الفاسيفور كريست، بعد كده انفيريورلي ده الكوكليير نيرف. في نص الكنال تقريبا خلاص ما عدتش اشوف الفاسيفور كريست، بس اللي هقدر اشوفه الفيشل نيرف والكوكليير نيرف والسوبيريور اند انفيريور فيستيبولار نيرف. طبعا دول كده ساجيتال اوبليك ايمجز ام ار ايمجز. بعد كده السي تي انجل سيستم، المفروض ان النيرف تمشي في الانترنال اوديتوري كانال لحد لما بنوصل للفتحه بتاعته على السي تي انجل اللي هي اسمها بورس اكوستيكس، وبعدين النيرف بعد كده بتخرج يتحد الفيستيبولر مع الكوكليير ويعملوا مع بعض الفيستيبولر كوكليير نيرف اللي هو المفروض هيدخل عند الابر ميدالا. بيبقى هنا بياخد بوستيرير بوزيشن والفيشل نيرف بيبقى انتيرير. ده في لور ليفل شويه عند الليفل بتاع الانتير فيستيبولر، يتحد مع الكوكليير وبعدين بيدخلوا عند الابر ميدالا، وقدامهم طبعا الارفع ده هو الايه الفيشل نيرف. دي صوره بوست كونتراست تي 1 ويتد ايمج. طبعا انا مش قادره اشوف الديتيلز دي لان هي كلها يعني مطموسه هنا، انما انا قادره اشوفها هنا بالكونتراست بتاع السي اس اف مع النيرف قدام كانها فيلينج افكتس، لكن اللي قادره اشوفه ان الكرايت بلكسس هنا اخذت ايه كونتراست انهانس. طيب احنا اتفقنا ان بعد ما الفيستيبولار كوكليير نيرف هيدخل في الكونتومدالر جانكشن، الكوكليير هيروح للنيوكليار بتقول لهم بقى الدورسال والفنترال كوكليير نيوكليار، والفيستيبولار هيتوزع على الفيستيبولار نيوكليار كومبلكس. فطبعا هنا احنا مش بنقدر نشوف النيوكليار، انا اقدر بيرسونلي ان انا اقول ايه النيوكليس، انما انا ببقى عارفه باللوكيشن ان النيوكليس موجوده في هذا المكان. بعد كده ايه اللي بيحصل؟ ده تقريبا imaginary site of the cochlear nuclear. مفروض انه على فكرة الصور دي كلها successive axial high resolution MR images، بس هي احنا يعني متركبة فوق بعضها كده بس عشان التوضيح. فاحنا الصورة الاولانية ده axial اهو، ده مفروض ده level بتاع الايه الابر ميدال، وادي مكان الكوكليير نيوكليار ودخل عليها الكوكليير نيرف. بعد كده لما بنطلع في higher level شوية بيحصل ديكاستيشن لبعض الفايبرز، مش كلها، في بعض الفايبرز بتفضل في نفس الباثواي بتاعها، وفي بعض الفايبرز بيحصل لها ديكاستيشن وبتروح لحاجه اسمها الاوليفري نيوكليس موجوده في الابر بونز، وبعدين بتطلع فوق للانفيرير كوليكولس، وبعدين بتروح للميديال جينيكولات بوديز اللي موجوده عند اللور اسبكت بتاع الثالاموس، اند ذن باس لحد ما تروح في السوبيريور تمبرال جايروس اللي هو المكان بتاع البرايمري اوديتوري كورتكس. كده خلصنا سريعا الاناتومي. هنتكلم بقى عن النيورال كوزز اوف سنسوري نيورال هيرنج لوس. احنا اتفقنا ان احنا هنقسمها لاكسترا اكسيال وانترا اكسيال. الاكسترا اكسيال اللي هي بتشمل الحاجات اللي قبل ما الكوكليير نيرف يدخل للنيوكليار بتوعه، ودي بتبقى في الانترنال اوديتوري كانال والسي بي ان، ودي هنقسمها لمجموعتين. المجموعه الاولانيه نيوبلاستيك زي الشمانوما والمننجيوما مننجيال ميتاستاسيس والابيدرمويد سيست والاركنويد سيست واللايزوما، ومجموعه ثانيه نون نيوبلاستيك هتشمل الكونجينيتال زي الكوكليير نيرف ديفيشنسي مننجيتس فاسكولار كوزز ساركويد اند سوبرفيشال سيتروسيس. الانترا اكسل اللي هي بعد النيوكلياي، ودي اللي هي بتشمل البرين ستام والتلاموس والتمبرال لوب، دي هتبقى يا اما اسكيميا يا اما نيوبلاستيك كوز يا دي مايلينيشن او ترو. هنتكلم عن المجموعه الاولانيه اللي هي الاكسترا اكسيال النيوبلاستيك كوزز. طبعا الشوانوما هي بتبقى ذا موست كومن، بتوصل لحد 90% في الادلتس. الفيستيبولار شوانوما in epidemiology is the most common CT angle internal auditory canal mass من 80-90%. الايدج اللي بتظهر فيه بيبقى غالبا في الادلت. هي رين ان انا اشوفه في الاطفال،
لكن لو شفتها اسسبكت على طول ان ده ان اف 2 اللي هو نيورو فايبروماتوزس تايب 2. السايت اند شيب على حسب مكانها بتبقى السايز بتاعها كمان. لو سمول وايترا كاناليكولار هتبقى اوفل ان شيب زي الام تي اهي موجوده هنا ايترا كاناليكولار وشكلها اوفل. لو كانت لارج هتبقى اكستندنج في السي بي انجل وهتاخد الشكل اللي هو بتاع الايس كريم اي 2. هنا الحاله دي ده كونتراست انهانس تي 1 ويتد ايمج. في عندنا باي لاترال كمان فطبعا الحاله دي سسبكتد ان هي تبقى نيورو فايبروماتوزس تايب 2. الام ار كاركترز بتاعتها ده هاي ريزولوشن تي 2 بتبقى عامله زي فيلينج ديفكت ان كونتراست للهاي سيجنال سي اس اف. بعد كده تو تو جريدينت الهدف منه ان انا اشوف لو فيها مايكرو هيموراجيك فوساي وبتبقى لو سيجنال انتنسيتي وده بيميزها عن المارينجيوم. بعد كده في الكونتراست انهانسمنت بشوفها بتاخد انتنس كونتراست انهانسمنت ممكن يبقى فيها سيستيك بارت او يبقى اسوشيتد جنبها اركنويد سيست. ده منظر تاني لارج شوانوما موجوده في السي بي انجل واكستندنج كمان للانترنال اوديتري كمان وعملت وايدنج للبورس اكوستيكس اللي هي الفتحه اللي بتوصل الاثنين مع بعض. ودي من شوانوما ثانيه برضو هنا ده تي 2 ومعاها سيست ادجيسنت سيست كبيره هو موجود اللي هو الهاي سيجنال. بعد كده المانجيوما الموجوده في السي بي انجل هي السكند موست كومن سي بي انجل تيومر بتيجي في الادلتس حوالي 6 years. برضو لو في الاطفال افكر في ان اف 2. بعد كده في السي تي بيظهر معاها اسوشي ممكن يبقى في اسوشيتد هايبر استوزيس يعني في تيكنينج في البون. في الام ار اي هلاقي في التي 2 هتبقى فاريبل في السيجنال بتاعتها يعني لو شفنا ده تي 2 المفروض الليجنز غالبا بتبقى ريلاتيفلي لو سيجنال انما هنا باينه هاي ريلاتيفلي هاي سيجنال انتنسيتي في التي 2. في التي 1 كمان بتبان ان هي ايزو انتنس كلمه ايزو انتنس يعني الانتنسيتي بتاعتها زيها زي الادجيسنت كورتكس او الادجيسنت جراي ماتر دي اللي انا بقارن بيها واقول على اساسها ايزو او هايبو او هايبر. بعد كده في الكونتراست انهانسمنت بتاخد انهانسمنت وبتبقى مميزه انها ديورال بيس ماس وذ ديورال تيل سايت. ادي عندي ماس اهو هيمسفيريكال ده كونتراست انهانس تي 1 وهي ديورال بيس الاقي ان هي البيس بتاعها جاي ناحيه الديورا ولها ديورال تيل سايت اللي هو الايه الخط الابيض الرفيع ده. بعد كده سي بي انجل لايكوما الاوريجن هي مينلي لايبوميتس حمر تومر اتس uncommon مش بتبقى موجوده كتير. الايدج على ما بيحصل لها بريزنتيشن بتبقى في الادلت ايدج ممكن يبقى معاها تينيتس او برتايو غير النيورال سنسيتيف نيورال هيرنج لوس. الايمجنج كاركترستكس بتاعتها هي سوليد ماس وبتاخد كل الكاركترز بتاعت الفات سواء في السي تي او في الام ار اي وهي طبعا يحصل لها سبريشن في الفات سبريشن تكنيكس يعني هي تسود لما انا اعمل فات سبريشن تكنيك. بعد كده ما بتاخدش كونتراست خالص ممكن الاقي اسوشيتد انترا لابرينفاين لايفون ده كده تي 1 ويتد ايمج المفروض ان الفات في تي 1 بيبقى هاي سيجنال انتنسيتي فانا شايفه في ليجن اهو هاي سيجنال موجوده عند السي بي انجل. بعد كده ده تي 2 بس ده تي 2 ومعاه فات سبريشن فانا شايفه في ليجن هنا اسود خالص لانه حصل له سبريشن بس ده انترا كاناليكيولار يعني هنا ده سي بي انجل انما ده انترا كاناليكيولار ليجن الفات سيجنال اديك صبغه ما اخدش صبغه يبقى معنى كده ان ده فاتي ليجن اللي هو اللايفون. بعد كده الابيدرمايت سيست هو عباره عن congenital inclusion of the ectodermal epithelial end. البريزنتنج ايج بتاعه يبقى حوالين 40 سنه. الكاركترز بتاعته ان انا هلاقي في سيستيك ليجن نون انهانسنج وانسينويتنج يعني مش هلاقيه سيست سموث بوردرز كده لا هلاقي ان هو له زي فرونز وداخله في الايه في الادجيسنت ستراكشرز. في الفلير بياخد فاريبل سيجن يعني ممكن الاقيه زي السي اس اف ممكن يبقى مختلف. بعد كده في الديفيوجن بيبقى مميز ان هو بياخد ريستريكتد ديفيوجن. الديفرنشال دايجنوز بتاعه بيبقى الاركنويد سيست الاركنويد بيبقى سموث مارجنز ما بيبقاش انسينويتنج زي الابيدرمايد وبيبقى سي اس اف اون اول بالس سيكونس يعني لو عملت له فلير هيبقى له سيجنال مقارنه بالابيدرمويد. لا الابيدرمويد احيانا بيبقى له سيجنال واحيانا فاريبل في السيجنال بتاعته في الفلير. لو جينا شفنا هنا ادي الكيس بتاعتنا في ليجن هاي سيجنال شكله فلويد كله بس ايه الريجولار وزي ما يكون انسينويتنج جوه الايه الادجيسنت ستراكشرز. هنا ده الديفيوجن
ليه انا قلت ريستريكتد؟ لان انا لو بصيت على السي اس اف لو سيجنال اهو اسود، انما الليجن ده لونه ابيض خالص، يبقى هو ايه عكسه، يعني فيه ريستريكتد ديفيوجن. كده خلصنا المجموعه الاولانيه اللي هي نيوبلاستيك اكسترا اكسلر كونسس اوف نيورال هيرينج لوس. هنتكلم عن المجموعه الثانيه اللي هي النون نيوبلاستيك كونس. اول حاجه فيها كوكليار نيرف ديفيشنسي، واعتقد ده اتقال كتير في المحاضرات اللي فاتت، هندي نقطه صغيره عنه بس. هو بيبقى هايبوبلاستيك اور ابسنس، وده بنعرفه ازاي من التشخيص. في السي تي هلاقي الانترنال اوديتوري كلام صغيره في الحجم بتاعه، ده نورمال سايز اهو، انما طبعا ده كده از فيري سمول. مش بس كده، في الحاله دي كمان حصل دوبليكيشن، الفيشال نيرف ماشي في كلام لوحده والانترنال اوديتوري كلام هنا لوحده خالص وصغيره في الحجم بتاعها. غير كده لما اعمل ام ار اي هلاقي الكوكليار نيرف نفسه كتكنس صغير، سواء كان عند الميد او الديستال انترنال اوديتوري كلام او في عند البورس اكوستيكس اللي هو عشان يخرج منها ويروح على السيتيان. بعد كده الاستيبلو كوكليار نيرايتس او الانفلاماتوري بروسيس، ايذر بتبقى اوف بكتيريال اور فايرال ايتيولوجي. طيب الفايندنجز اللي انا ممكن اشوف فيها ايه؟ diffuse thickening and contrast enhancement of the nerve. الاقي النيرف along its course تخن في السايز بتاعه، والاقي كله واخد كونتراست. ممكن الكونتراست ده ياخد النيرف ويبقى سموث، او الاقيه زي بيدد كده. ده الايه المنظر اللي انا ممكن اشوفه. بس غالبا في الحالات دي يبقى باي لاترال، والاقي في اذر نيرفز كمان افكتد، ما بيبقاش نيرف واحد، لا الاقي اكتر من واحد. ممكن كمان الاقي معانا رنجايتس، وده مشهور قوي في حالات التي بي. الديفرنشال دايجنوز، لو انا لقيت المنظر ده اللي هو اللي احنا شايفينه ده هنا، في تيكنج اهو في الايه في البستيبلر كوكليار نيرف. بعد كده لو بصيت هنا، هنا اخذ كونتراست، ده البوست كونتراست ستادي، الاقي هنا اخذ كونتراست along its course diffuse contrast enhancement، وهنا كذلك برضو على الاذر سايد. طيب هل في حاجه ممكن تتلخبط معايا؟ اه، لو حصل بيري نيورال تيومر سبريد ده ممكن يتلخبط معايا في الحالات دي، بس غالبا ببقى انا عارفه مثلا ان في تيومر نير باي. الحاجه الثانيه سمول انترا كانيكولار شوانوم، انت بتتلخبط معايا مع النيورايتس لو النيرف اخذ فوكال انهانسمنت، فوكس صغير ما هوش كله، فطبعا انا كده اشك ان ديت حاله ايه؟ شوانوم. الفاسكولار كوزز رير اللي هي تعمل سنسوري نيورال هيرنج لوس، هي الاخطر تعمل بلستايل تينيتس. طب زي ايه ممكن يحصل؟ الاي بي ام، الانيوريزم، الهيماتجوما، والفاسكولار لوب. هو الفاسكولار لوب الاشهر ان هو لو حصل يعمل ترايجينال نيورالجي، ما يعملش سنسوري نيورال هيرنج لوس، لكن برضو يعني ممكن اتس بوسيبل ان هو يبقى موجود سواء كان في السي تي انجل او في الانترنال اوديتري كانال. الاكزامبل اللي قدامنا ده دي حاله اي بي ام 32 ويتد ايمج، في عندنا مالتيبل سيجنال فويدز موجوده عند البانس. بعدين لما اديت بوست كونتراست، ده بوست كونتراست يو 1 ومعاه فات سبريشن، عملت سبريشن للسراوندنج فات، فظهر ان كل الحاجات السيجنال فويدز دي كلها اخذت انتنس انهانسمنت، وطبعا ده نتيجه الدايلاتيشن اوف ذا فيدنج ارتري اند دريننج بيك. كده احنا خلصنا الاكسترا اكسيل. هنشوف بقى الانترا اكسيال كوز. احنا اتفقنا ان هي زي الاسكيميا، اشهرهم الايكا انفكشن اللي هو انفكشن في الايكا تريتوري. بعد كده نيوبلاستيك، لو في نيوبلازم وهبش الايه الاوديتوري باث واي، دي ماينيشن زي الام اس، والتروما لو التروما دي وصلت لحد الايه لحد البرين نفسه. دي بس حاجه مهمه عايزين نقولها في الانترا اكسيال كوزز، هو الليجنز اللي هتبقى موجوده لحد الليفل اللي قبل الديكاستيشن هتعمل ايبسي لاترال سنسوري نيورال هيرنج لوس، لكن مور بروكسيمال بعد الديكاستيشن المفروض ان في بعض الفايروس هيحصل لها ديكاستيشن وبعض الفايروس هتفضل في نفس الباسورد. طب يا ترى الانفكشن لو حصل هيبقى عامل ازاي؟ اما ما يبقاش فيه خالص سنسوري نيورال هيرنج لوس، او يبقى كونترا لاترال سنسوري نيورال هيرنج لوس لو الفايبرز اللي ديكاستيتد هي اللي افكتد، او ان هو يبقى اسيمتريكال يعني باي لاترال بس اسيمتريكال، الناحيتين مش زي بعض، degree of perfection مختلف. ده example لحاله demyelination اللي هي multiple sclerosis. هنا الليجن high signal، طبعا ده high resolution 3D T2، فلقيت ادي النيرف cochlear nerve ودخل هنا عشان دي relate النكريا بتاعته. في هنا abnormal signal intensity high، وده نتيجه ان البيشن ده عنده MS.
طبعا ده لما بعمل examination قلنا ان احنا لازم نعمل whole brain screen. فلاقي بقى في البرين فوق او في السباين الفيشن ده عنده ام اس بليكس اخرى، فخلاص انا كده عشان ده ان هو ام اس. بعد كده دي other case فيها post traumatic affection او damage للسوبيريو تمبرال جايز. دي فلير وهنا على الليفت سايد اهو تمبرال لوب شكله كويس خالص. وكذلك برضو ده ايه ده اسمه اس دبليو ار اللي هو susceptibility weighted image. هلاقي الايمج دي فيها عندي لو سيجنال هنا موجوده وفي ريجولاريتي وفي دامج، فكل ده نتيجه الايه الدامج اوف ذا تمبرال جايز. طبعا التمبرال جايز احنا متفقين ان السوبيريور هو اللي ايه اللي فيه البرايمري اوديتوري كورتكس. طيب هي الحاله دي الحقيقه هي مش كومن انها تحصل، بس هو اللي بيحصل ان هنا حصل انفكشن في الاي كاتريتوري فاخذت جزء من البونس اللي كان عندي فيه الاوديتوري باثواي. فلقينا فيه ليجن هنا في الهاي هاي سيجنال في التي 2 ويتد ايمج، وهنا في الفلير لقيناها برضه ستيل هاي سيجنال، ودي ديفيوجن ويتد ايمج لقيت فيها ليجن حصل له ريستريكشن. البيشنت ده في الخمسينات وجاي بالسادن اونست اوف ايبسيلاترال سنسوري نيورال هيرينجوس. فلما اتعمل الاكزامينيشن اكتشف ان ده انفكشن ان دي اي كاتريتوري. اخيرا وليس اخرا هاو تو ابروتش كيس. هو يعني انا اجتهدت وقلت ان احنا هناخدها بالنسبه للايدج. انا لو جاي ادلت غير جاي لطفل صغير. لو جاي ادلت وانا شاكه في سنسوري نيورال هيرينج لوس بياند الكوكليا، اول حاجه هدور عليها وهفكر فيها هي الشوانوما لانها بتمثل 80-90% من الانستنس ده. بعد كده هدور على حاجات ثانيه زي المينجوما او الابيدرمايت سيست او الانيوريزم، لان دول مع بعض بيمثلوا 80% من النيورال كوزز اوف سنتري نيورال هيرينج لوس. بعد كده لو جالي طفل صغير اول حاجه هدور عليها كونجنتال ليجنز، سواء كان في الكوكليا نفسها او في الانر اير. انا افحص الانر اير بقوه ويعني هاي ريزوليوشن على قد ما اقدر عشان اكتشف اي كونجنتال او الكوكليا نيرف نفسه، اشوف الثيكنس اشوف السايز اشوف الانترنال ليتري كانال الشيب بتاعها. بعد كده ادور على الحاجات الثانيه دي لان الاطفال مور كومن يحصل لهم الكلام ده، المينجايتس اللابرينسايتس بالكومبليكيشنز بتاعتهم. وممكن يحصل ان انا الاقي فيه ابيدرمايت سيست حتى لو اسيمتوماتيك، او ان هو جاي بهيرنج لوس وانا مش عارفه ايه السبب. او الحاجه الثانيه اللي هي الان اف 2 ممكن الاقي فيها بايلاترال اكوستيك شوانوما في طفل، او الاقي مينجيوماز في طفل. فده يعني ايه الخلاصه بتاعت شكرا.